خروج منتخبنا كان صادم في المجمل، لكن ودي كلمة حق لازم تتقال، في ناس كتير ما كانتش مصدومة، بالعكس كانت متوقعة ان دي النهاية والنتيجة الطبيعية في ضوء اللي شافوه في اول مشاركة لمنتخبنا في النسخة دي من البطولة. حضرتك كنت من انهي فئة من الاثنين؟ لا هو انا يعني متفائل دايما بالمنتخب المصري، لانه انت واخد 7 بطولات افريقية، انت في الدورة اللي فاتت انت واصل نهائي، الدورة اللي قبليها برضو في مع الكاميرون واصل نهائي يعني مرتين، وخرجت في اخر 3 دورات واخد 7 بطولات. فانت عامة بتاريخ مصر انت تملي من الفرق المرشحة زي الجزائر زي المغرب، اخيرا طبعا في السنوات الاخيرة السنغال، الكاميرون بتاريخها الكبير طبعا. اي بطولة كبيرة في فرق كده بتبقى مرشحة حتى لو ظروفها مش مظبوطة. انا اللي صدمني الاداء خلال البطولة نفسها في ال4 مباريات على مستوى المحترفين والمحليين كله باستثناء مصطفى محمد. والله لسه قايله كده. صحيح، الاستثناء الوحيد اللي تحسي انه في ال4 مباريات ادى ما عليه بالظبط هو مصطفى محمد تقريبا. يعني في ناس ظهرت ممكن نص ساعة في ال4 ماتشات، شوط في ال4 ماتشات، وفي ناس طول الدورة في كل الماتشات أدائها خارج. ده نتيجة تراخي ولا نتيجة إن في بعض المراكز اللعيبة اتغيرت؟ يعني في حد مميز في مركز بعينه فبيتوريا يعني شاله من المركز ده وحطه في مركز تاني؟ لا أنا يعني في تحليلي ال4 مباريات أنا إحساسي هو ده، ما طبعا مش طبيعي، مش هو ده أكيد اللي حصل، بس أنا بقول لك اللي أنا شفته وقيمت عليه، ان فيتوريا تحضيره للمباريات والبطوله كان سيء جدا في كل حاجه. سيء جدا في 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 هنقول بنسبه مثلا 85%، واختار اختيارات اي مدير فني كان جه كان هيختارها، كان ممكن تختلف في 3 أو 4 لاعبين في ال27 أو 5 اللي خدهم، لكن في اماكن في الملعب ما عملش حسابها كويس. يعني انت تيجي مثلا وسط الملعب، لما تيجي تشوف انت بتلعب 4-3-3، يعني بتلعب بواحد بس ارتكاز واثنين تمانيات، لما تيجي تشوف عدد اللي هم بيلعبوا في مركز 8 اللي يقدر يكمل بهم بطوله كبيره زي دي، ما انت المفروض مصر وزي ما قلت لك الفرق الكبيره رسمه ان هي توصل للنهائي طبعا. اثناء البطوله صعب جدا اللي ابتديت بيه هو اللي ينهي، صعب جدا. بتلاقي طرد في مباريات، لا قدر الله اصابات زي ما حصل مع الشناوي وصلاح، واحد انت حاطه ان هو اساسي رحت اداؤه سيء، واحد تاني لعب هو اللي بلغه خارج ركب هو اللي لعب وهو اللي كمل، ففي متغيرات، فعمرك ما هتكمل بال11 اللي انت ابتديت بيهم للاخر. اذا انت لازم تعمل حسابك على الناس في المراكز. لما جه امام عاشور اتصف في اخر مباراه انا حسيت انه هو محتار، انه ابتدى ب النني ومروان وحمدي ماشي، لما جه حتى يغير ما عندوش حل يغير بيه، لاعب محمود حماده اللي هو في مركز اصلا 6 ومهند لاشين اللي هو في مركز 6، وما فيش حد من اللعيبه اللي تقدر توصل لان نص الملعب ده هو اللي بيقولوا ايه، هو اللي بيعمل لك الاستحواذ، هو اللي بيعمل لك بناء الهجمات، هو اللي بيربط بين الدفاع والهجوم، لازم وسط الملعب ده يبقى توليفته قويه جدا طبعا. فما عندكش حلول. ادي دي مثلا من الغلطات، حسيت انه الظاهرين هو مش مرتب مين فيهم اللي يلعب ومين اللي يلعبش، مره يلعب محمد حمدي وبعدين تحس ان هو مش مقتنع يروح ملاعب فتوح، يلاعب فتوح يروح مقعده مش مقتنع، بعدين يرجع يلاعب فتوح، محتار. نفس الشيء ناحيه هاني وعمر كمال، انت مش عارف له هو عايز يلاعب ده ولا عايز يلاعب ده، فحاجات كتيره جدا.